بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك أحمد شريف، هتكلم إن شاء الله عن الجزء الخاص بالمعادلات في برنامج الإكسل، وهنشوف إن شاء الله مع بعض في الجزء ده العمليات الحسابية البسيطة واللي اسمها فرميولا، وهنشوف الجزء الثاني الخاص بالدوال اللي هي فانكشن. يبقى العمليات الحسابية البسيطة ودي اسمها يا جماعة فرميولا، والجزء الثاني اللي هو الدوال ودي اسمها فانكشن. اول حاجة يا جماعة كده عشان نكون عارفين معادلات الاكسل في الاي سي دي ال، في عندي جزئين رئيسيين في المعادلات. اول حاجة كده العمليات الحسابية البسيطة ودي طبعا اسمها فورميولا، والجزء الثاني وهو الدوال ودي اسمها فانكشن. هبدأ يا جماعة كده بالعمليات الحسابية البسيطة. اول حاجة هتكلم عنها العمليات الحسابية البسيطة. العمليات الحسابية البسيطة يا جماعة ودي قلنا اسمها فورميولا. اول عملية عندي كده في العمليات الحسابية البسيطة وهي عملية الجمع، ودي لها ثلاث اسماء في السؤال في الامتحان. جمع يعني اد او توتال او صم، دي بقى معناها جمع اد او توتال او صم. طيب وتطبق كما يلي. اول حاجة يا جماعة يساوي، بعد كده بكتب الخلية الاولى زائد الخلية الثانية زائد التالتة وهكذا، وفي النهاية بضغط انتر. وعندي ملاحظة هنا كده، تبدأ أي عملية حسابية بيساوي وتنتهي بإنتر. رقم اتنين، لا ننظر إلى الرقم الموجود بالخلية ولكن ننظر إلى الخلية نفسها. ما بقولش يعني بيساوي 15 زائد 18، بس بقول بيساوي إيه كذا زائد إيه كذا زائد بي كذا، وفي النهاية بضغط إنتر من لوحة المفاتيح. ونشوف المثال يا جماعة يوضح معايا القصة دي. أول حاجة عندي كده مجموعة من الأرقام، وعايز أجمع الرقم ده اللي هو كام يا جماعة؟ 220، والرقم ده اللي هو كام؟ 20، وأحط الناتج هنا في الخلية سي 5. هيقول لي اكتب معادلة في الخلية سي 5، طب هيجيبها لي إزاي؟ هقول لي كده إنتر فورميولا. يبقى فورميولا معناها عمليات إيه يا جماعة؟ عمليات حسابية بسيطة. إنتر فورميولا إنسل سي 5 تو فايند ذا توتال، أو إيه تاني؟ أو ذا صم، أو إيه تالت؟ أو تو آد. يبقى آد أو توتال أو صم معناهم الجمع. عايز أجمع في الخلية سي 5، طب أجمع إيه؟ أجمع A2 مع الـ A6، أجمع A2 مع A6. طيب بحط المؤشر في الخلية اللي أنا عايز يظهر فيها الناتج، وأبدأ بيساوي، بعد كده أحدد الخلية الأولى اللي هي إيه كام؟ 2، زائد الخلية الثانية اللي هي إيه كام؟ 6. ممكن إن أنا أضغط عليها كده زي ما انا ضغطت في الاولى، او ممكن ان انا اكتبها A6، وفي النهايه بضغط انتر من لوحه المفاتيح. يبقى دي يا جماعه عمليه الجمع اللي اسمها قلنا اد او توتال او صم، بس دي باستخدام الفرميولا. طب ممكن اجمع اكتر من داله مع بعض، يعني اجمع اكتر من خليتين طبعا. يعني يقول لي انتر في الفرميولا انسل سي 3 تو فايند ذا توتال اوف ذا سيل رينج من الـ A2 الى A4، من الـ A2 ل A4، يبقى بيساوي، حد يعرف يجاوب؟ A2 زائد، ممكن ان انا احددها زائد ايه 3، او ممكن نحددها بالطريقه دي، زائد ايه 4. يبقى عايز من كذا الى كذا، بجمع بجمع بجمع، وفي النهايه بضغط انتر من لوحه المفاتيح. ولو مش عاجباني انتر من لوحه المفاتيح، لما بشاور على علامه الصح من شريط الفورميولا بار بيظهر لي كلمه انتر، ممكن ان انا بضغط عليه. مجموع الارقام ديت اللي هو 380. دي يا جماعه اول عمليه حسابيه عندي اللي هي عمليه الجمع. قلنا عمليه الجمع معناها اد او توتال او صم، وشفنا المثال اللي بوضح. طيب تاني عمليه عندي عمليه الطرح، والطرح يا جماعه معناها ديفرنس او سبتراكت. كلمه سبتراكت معناها طرح او ديفرنس. طب اللي بتيجي في الامتحان دايما ديفرنس. طيب تطبق كما يلي، انا ممكن ان انا اكتب كده بيساوي مثلا A6 ناقص A7، وما انساش في النهايه اضغط انتر، وما انساش في النهايه بضغط انتر. ونشوف مثال يوضح القصه دي. لو انا يا جماعه عايز اطرح الرقم ده اللي هو كام؟ 220، اطرح منه الرقم ده اللي هو 60، واحط الناتج في الخليه B5. هحط المؤشر في الخليه اللي انا عايز يظهر فيها الناتج، بعد كده اكتب ايه؟ يساوي، بعد كده الرقم الاولاني ناقص الرقم الثاني اللي مديهولي بحسب ترتيب السؤال. هتكلم عن قصه حسب ترتيب السؤال ديت، في النهايه طبعا بضغط انتر. طب السؤال بتاعي بيجي ازاي؟ انتر فورميولا انسل B3، اكتب معادله في الخليه B3 تو فايند ذا ديفرنس، عايز ادور على الفرق بين A2 اند A3، بين A2 و A3 يساوي، اداني من الاول A2 الاول في السؤال، بكتب A2 ناقص A3 بنفس الترتيب بتاعها في السؤال، في النهايه بضغط انتر او ايه تاني يا جماعه؟ او علامه الصح.
تمام. يبقى اتكلمنا اول داله اللي هي داله الايه؟ الجمع، معناها اد او توتال او سم، ده باستخدام الفرميوله. والمعادله الثانيه اللي هي الطرح، معناها ديفرنس، ويبقى ماشي المساله بنفس ترتيبها في السؤال. طيب الحاجه الثالثه، العمليه الثالثه، وهي عمليه الضرب. والضرب يا جماعه معناها مالتبلي، الضرب معناها مالتبلي. امال الجمع اد او توتال او سم، والطرح ديفرنس، طب الضرب مالتبلي. وتطبق كما يلي، بيساوي اي 6 ضرب اللي هي النجمه اي 7 مثلا، وفي النهايه بضغط انتر من لوحه المفاتيح. خلي بالنا ممكن يا جماعه يطلب مني ان انا اضرب خليه في رقم عادي، الضرب والقسمه ممكن يطلب مني ان انا اضرب خليه في رقم مش خليه في خليه، زي كده بيساوي اي 6 ضرب 2 من 10، في النهايه بضغط انتر من لوحه المفاتيح. وطبعا يا جماعه المثال يوضح، انا عايز اكتب معادله في الخليه دي كام يا جماعه؟ دي 9. تو فايند او تو مالتبلاي علشان اضرب الخليه A2 في الخليه مثلا B3، بعمل ايه؟ اول الحاجه ببدا العمليه الحسابيه بيساوي، بعد كده احدد الرقم الاولاني ضرب اللي هي النجمه الرقم الثاني وليكن مثلا اللي هو بي، احنا قلنا بي 3، يبقى نضغط على البي 3، وفي النهايه بضغط انتر من لوحه المفاتيح. ممكن يقول لك كده انتر فرميولا انسل اي 5 تو فايند تو مالتبلاي علشان اضرب اي 2 باي 2 من 10 او 2 من 100، صفر علامه عشريه، كنا قلنا 2 من 100 كده. يبقى بركز يا جماعه، 2 من 10 ولا 2 من 100؟ بكتب اللي هو مديهولي. حتى واحد يقول لك طب الصفر اللي على الشمال ده ملوش لازمه، اكتبه، اكتب كل حاجه زي ما هو مديها لك في السؤال. وفي النهايه طبعا بضغط انتر من لوحه المفاتيح او العلامه صح، لو الخليه محرره ممكن كمان ان انا اضغط على العلامه صح من لوحه المفاتيح، يبقى انتر او علامه صح من لوحه المفاتيح. تمام. طيب يبقى اتكلمنا عن الجمع اللي اسمها اد او توتال او سم، واتكلمنا عن الطرح اللي اسمها يا جماعه ديفرنس، واتكلمنا عن الضرب اللي اسمها مالتبلي. بقى اخر حاجه ايه؟ القسمه، والقسمه اسمها ديفايد. ديفايد ديفايد، عايز اقسم رقمين او رقم على خليه. يعني مثلا عندي كده صيغه ممكن ان انا اقول وتطبق كما يلي، بيساوي ال A6 على ال A7، وفي النهايه بضغط انتر من لوحه المفاتيح. وزي ما قلنا في الضرب ممكن يطلب مني ان انا اقسم خليه على رقم زي كده، بيساوي A6 على 4، وفي النهايه بضغط انتر من لوحه المفاتيح. وطبعا يا جماعه هنشوف المثال بتاعنا يوضح اللي انا عايز اقوله، هنمسح ده كله كده مانيش عايزه، اللي هي كلير كونتنت، ديليت من لوحه المفاتيح. عايز ان انا اقسم الرقم ده اللي هو 220 على مثلا الرقم ده اللي هو 20، ويظهر الناتج هنا. انتر فرميولا انسل سي 3 تو ديفايد، علشان اقسم عايز اقسم لك مين يا عم؟ ال A2 باي على باي A6 على ال A6، وفي النهايه بضغط انتر من لوحه المفاتيح. وممكن يطلب مني ان انا اقسم خليه على رقم، طب ازاي؟ حد يديني مثال. ها؟ ممكن يقول لي اقسم ايه على ايه؟ مثلا A2 على مثلا 10 او على 20 اي رقم، او على 2 من 10 او على 2 من 100. تمام، يساوي ها A2 اهي على، خلينا نقسمها على 4 مثلا، على 4، وفي النهايه بضغط يا جماعه انتر من لوحه المفاتيح او علامه صح من شريط فرميولا بار. يبقى اتكلمنا كده في الجزء ده عن الفرميولا، وهي العمليات الحسابيه البسيطه. اول عمليه عندي عمليه الجمع اسمها اد او توتال او سم، وتاني عمليه عمليه الطرح واللي اسمها ديفرنس، والثالثه عمليه الضرب واسمها مالتبلي، والرابعه عمليه القسمه واسمها ديفايد. وممكن يطلب مني في الضرب او القسمه ان انا اضرب خليه في رقم او اقسم خليه على رقم، مفيش اي مشكله. ده كده يا جماعه كان العمليات الحسابيه البسيطه اللي اسمها فورميولا. طب الجزء الثاني يا جماعه بقى، وهو الدوال واللي اسمها يا جماعه فانكشن. اول داله عندي داله الجمع واسمها اد او توتال او سم، ده في السؤال. طب هي في داله اسمها اد؟ لا. طب في داله اسمها توتال؟ لا. طب في داله اسمها سم؟ اه، بس خلي بالك ده معناه، ده في السؤال عايز اكتب داله فانكشن في الخليه مثلا بي 3 او ايا كان الخليه، تو فايند تو اد او تو توتال فايند ذا توتال او تو فايند ذا سميشن او ذا سم، عشان ادور على المجموع بتاع المدى اللي هيديهولي. طب الداله يا عم اسمها ايه؟ احنا عرفنا ان دي في السؤال هيدي لك كلمه اد او توتال او سم. طيب الداله اسمها ايه؟ اسمها سم. يبقى اسم الداله سم، تطبق كما يلي، يساوي سم مثلا من A3 الى A10
بقفل القوس واضغط انتر، يبقى دي الصيغه بتاعت الداله يساوي صم افتح قوس. طب القوس ده بتعمله ازاي؟ شيفت وتسعة من الارقام اللي فوق، شيفت وتسعة من الارقام اللي على الكيبورد اللي فوق، ما ينفعش اللي في الجنب، تمام؟ طيب بكتب ايه؟ 3 الى، طب الالى دي بعملها ازاي؟ النقطتين دول شيفت وكاف الى ايه؟ 10، بقفل القوس بشيفت وصفر، وفي النهايه بضغط انتر من لوحه المفاتيح. طب اديني يا عم مثال على القصه دي. نروح للمثال، انا عايز اجمع المدى من الاي 2 الى الاي 13 ويظهر الناتج هنا. انتر فانكشن، المره اللي فاتت كان انتر ايه يا جماعه؟ فرميولا، كنت بعملها بالزائد. طب المره دي بيقول لي انتر فانكشن، يبقى بعملها بصم يساوي، وبعدين اكتب صم اس يو ام، افتح قوس شيفت وتسعة، احدد المدى من الاي 2 الى ايه 13، بقفل القوس بشيفت وصفر واضغط انتر من لوحه المفاتيح، بيطلع لي المجموع اللي هو كام؟ 902. طب في طريقه ثانيه اسهل؟ اه، يساوي، وبعدين اول ما بكتب اس يو ام الجهاز بيطلعها لي. انت قصدك على صم دي؟ بقول له اه، اضغط عليها مرتين هو بيفتح لي القوس. احدد المدى، ممكن ان انا احدد له المدى كده يا جماعه من ايه، واتاكد تاني من ايه 2 الى ايه 13، بقفل القوس بشيفت وصفر واضغط انتر من لوحه المفاتيح، تمام. في طرق ثانيه هتكلم عنها بعد ما اخلص الدوال، هتكلم ازاي بأعمل داله باستخدام المعالج، تمام. يبقى اول داله يا جماعه في الفرق في الفانكشن داله المجموعه، اسمها في الامتحان بتيجي اد او توتال او صم. طب الداله اسمها؟ اسمها صم، تطبق يساوي صم افتح قوس، ازاي بقى يا جماعه؟ شيفت تسعة، احدد المدى، بقفل القوس بشيفت صفر واضغط انتر من لوحه المفاتيح. طب تاني داله عندي داله اكبر قيمه. طب اكبر قيمه بتيجي في السؤال بمعنى ايه؟ يقول لك هات لي الماكسيمم او هات لي جريتست فاليو، تمام. طيب الداله بقى اسمها ايه؟ اسمها ماكس، اسم الداله اسمها ماكس. طيب امال داله المجموعه اسمها؟ صم، واكبر قيمه اسمها ماكس، وتطبق كما يلي يساوي ماكس افتح قوس احدد المدى بقفل القوس واضغط انتر من لوحه المفاتيح، والمثال يوضح. انا عايز اطلع اكبر رقم في الارقام من الاي 2 الى اي 13 واحط الناتج هنا. طب السؤال بالانجليزي بالنسبه لي الجمع كان بيجي يقول لي ايه؟ انتر فانكشن ان سيل اي سي 4 تو فايند ذا توتال اوف ذا سيل رينج من الاي 2 الى اي 13، يبقى التوتال اللي هي داله صم. طب المره دي بقى يسال يقول لي ايه؟ انتر فانكشن ان سيل سي 4 تو فايند ذا ماكسيمم نمبر اوف ذا سيل رينج من الاي 2 الى اي 13. عاملها ازاي يا جماعه؟ ها؟ تبدا اي عمليه حسابيه بيساوي وبعدين ماكس ام اي اكس افتح قوس، ازاي؟ شيفت وتسعه، احدد المدى من نص الخليه، تحديد المدى من نص الخليه، انا عايز من الاي 2 الى اي 13، بقفل القوس واضغط انتر من لوحه المفاتيح. في حالتين غير الانتر او علامه الصح من شريط الفورميولا بار بيطلع لي اكبر رقم في الارقام دي كلها وهو 220. يبقى اتكلمنا عن اول داله اللي هي داله المجموع اسمها صم. عفوا. تالت داله اللي هي داله اكبر قيمه اسمها ماكس. تالت داله يا جماعه داله اصغر قيمه اسمها من. طب بتيجي في الامتحان بمعنى مينيمم او مينيمايز، داله اصغر قيمه. طب بعملها اسم الداله ايه بقى؟ الداله اسمها من، وتطبق كما يلي، تمام. يبقى في السؤال بيجيب لي كده اد او توتال او صم، يبقى داله صم. ماكسيمم او جريتست فاليو، يبقى داله ماكس. مينيمم او مينيمايز، يبقى داله من، وتطبق كما يلي. حد يعرف يقول لي مثال يا جماعه؟ زي صم وزي ماكس، يبقى اقول له ايه؟ بيساوي بعدين ها من، زي كده يا جماعه يساوي من، افتح قوس احدد المدى من الاي 3 الى اي 10، بقفل القوس واضغط انتر من لوحه المفاتيح، تمام. والمثال يوضح. انا عايز اطلع اصغر رقم في الارقام في المدى اللي مديهولي من الاي 2 الى اي 13. طب اصغر رقم كده لو احنا شفناه اعتقد ان هو 4. طب يلا بنشوف هيطلع لي 4 ولا لا. حد يعرف يقول لي المثال؟ ها، يساوي بعد كده اكتب ايه؟ من ام اي ان، بعد كده افتح قوس شيفت 9، احدد المدى من نص الخليه، ممكن ان انا اكتبه زي ما اتفقنا، المدى من الاي 2 الى اي 13، وبعدين كده بقفل القوس واضغط انتر من لوحه المفاتيح، فعلا طلع لي اصغر رقم اللي هو 4. يبقى اتكلمنا عن دالتين يا جماعه، اول داله بتاعت المجموعه اسمها صم. طب تاني داله اكبر قيمه اسمها ماكس. طب تالت داله اصغر قيمه اسمها من. طيب تعالوا ما نشوف الداله اللي بعد كده.
رابع دالة يا جماعة، دالة عدد الخلايا التي بها أرقام فقط، أرقام فقط fill with number مليئة بالأرقام. طب الدالة اسمها إيه؟ اسم الدالة count فقط، يعني في دالة count ما هياش فقط، تمام؟ اسم الدالة count count وتطبق كما يلي. حد يديني مثال، ها؟ مكان الصم أو الماكس أو المن، هكتب count يبقى يساوي، بعد كده أكتب count count، أفتح قوس بشفت وتسعة، أحدد المدى، بقفل القوس واضغط انتر من لوحة المفاتيح. بتكلمنا عن أول دالة اللي هي دالة الجمع صم، تاني دالة أكبر قيمة اسمها ماكس، تالت دالة أصغر قيمة اسمها من، رابع دالة دالة عدد الخلايا التي بها أرقام فقط، اسم الدالة كاونت يساوي كاونت، أفتح قوس أحدد المدى، بقفل القوس واضغط انتر من لوحة المفاتيح. والمثال يا جماعة يوضح معايا، يلا اما نشوف كده. عايز اطلع عدد الخلايا التي بها ارقام في المدى من الاثنين الى ايه 13. طب يلا نعدهم كده يا جماعه مانوال كده، ادي 1 2 3 دي ما عدهاش، 4 5 دي ما عدهاش، 6 7 دي ما عدهاش، 8 9. يلا اما نشوف كده، يبقى بكتب داله ايه يا جماعه؟ عدد الخلايا اللي فيها ارقام، اسم الداله كاونت بس سي او يو ان تي، وبعدين افتح قوس بشفت وتسعة، احدد المدى من الاثنين الى ايه 13، بعد كده بقفل القوس واضغط انتر من لوحه المفاتيح، طلع لي عدد الارقام الخلايا اللي فيها ارقام وهو العدد 9، تمام. يبقى اتكلمنا عن داله صم، والثانيه كان ماكس، طب الثالثه من، طب الرابعه كاونت فقط، كاونت فقط اللي عدد الخلايا التي بها ارقام في الويز نمبر. طيب الداله الخامسه يا جماعه، تابع الدوال كده، الدالة رقم 5 دالة عدد الخلايا غير الفارغة أو عدد الخلايا التي بها بيانات. طب اللي فاتت كان التي بها إيه؟ أرقام. طب دي بها بيانات، بها أرقام حروف زي ما أنت عايز. بنسميها دالة عدد الخلايا not empty أو fill with data. التاني كان fill with إيه؟ with number. طب دي fill with data. طب بتيجي في الامتحان إيه؟ بتيجي دايماً اكتب لي دالة، اعمل لي دالة اللي هتطلع لي عدد الخلايا not empty غير الفارغة. طب الدالة اسمها كاونت ايه؟ كاونت، اسم الداله كاونت سي او يو ان تي ايه، كاونت ايه. طب الثانيه الاولانيه كان اسمها كاونت فقط، وتطبق كمان الداله ديت يساوي كاونت، افتح قوس احدد المدى، بقفل القوس واضغط انتر من لوحه المفاتيح. والمثال اللي عندي يوضح القصه دي، انا عايز اطلع انتر فانكشن ان سيل سي 7 تو فايند ذا سيل that are not empty، عدد الخلايا غير الفارغه in the cell range من الاثنين الى ايه 13. طيب حد يعرف يقول لي هكتب الصيغه ازاي؟ ها يساوي، بعد كده اكتب ايه؟ ها count c o u n t a c o u n t a، بعد كده افتح قوس بشفت وتسعة، احدد المدى من الاثنين الى ايه 13، بقفل القوس واضغط انتر من لوحه المفاتيح. نتوقع العدد كام يا جماعه؟ هو عباره عن التسعه زائد احمد وفتحي والشريف، ادي 9 و3 يدينا 12. يبقى اتكلمنا عن داله الجمع اسمها صم، والداله الثانيه اكبر قيمه اسمها ماكس، والداله الثالثه اصغر قيمه اسمها من، طب الرابعه عدد الخلايا التي بها ارقام في الويز نمبر، طب اسم الداله كاونت، طب الداله الخامسه دالة كاونت بتاعت ايه؟ عدد الخلايا نوت امتي، اول ما اشوف نوت امتي يبقى كاونت، نوت امتي كاونت، غير الفارغه يبقى كاونت. طب الداله رقم 6 يا جماعه، داله الوسط الحسابي افريج، ربنا يفرجها علينا يا رب. افريج الوسط الحسابي اي في اي ار اي جي اي، اي في اي ار اي جي اي، افريج، وتطبق كما يلي. طبعا الداله اسمها افريج، المثال بتاعي يا جماعه من الاي 3 برضو الى الاي 10 يساوي افريج، وافتح قوس واحدد المدى واقفل القوس واضغط انتر. لغايه دلوقتي كده يا جماعه كل الدوال زي بعض زي بعض، تمام. ونشوف المثال يا جماعه يوضح. عايز اطلع الوسط الحسابي انتر فانكشن ان سيل سي 2 تو فايند ذا افريج اوف ذا رينج من الاي 2 الى اي 13 يساوي، بعد كده افريج اي في اي ار اي جي اي، اي في اي ار اي جي اي، افتح قوس احدد المدى، طبعا داله افريج اللي هو مجموع القيم على عددها، بقفل القوس واضغط انتر من لوحه المفاتيح يديني 100 وتقريبا 2 من 10، تمام. يبقى اتكلمنا عن اول داله اللي هي صم، طب والثانيه ماكس، والثالثه من، والرابعه كاونت، والخمسه كاونتا، والسته
دالة افريج. طيب الدالة السابعة يا جماعة وديت غريبة شوية، دالة تقريب الأرقام واللي اسمها راوند. دالة تقريب الأرقام الحالتين فقط يا جماعة اللي أنا بشتغل على الفاصلة أو الفاصلة المنقوطة، حالتين اتنين فقط، دالة راوند ودالة اف. دالة راوند ودالة اف فقط هما اللي شغالين على الفاصلة أو الفاصلة المنقوطة. يبقى الدالة يا جماعة دالة راوند تمام، وتطبق كما يلي: يساوي راوند، بعد كده طبعا ده كده ما هوش صح، ده كده غلط، انا سبت المدى، بكتب الـ A 3، بعد كده فاصلة او فاصلة منقوطة، وبعدين الارقام. هعدل وارجع لكم تاني ان شاء الله. نكمل يا جماعة كده ان شاء الله. والدالة رقم 7 اللي هي دالة تقريب الارقام واسمها دالة راوند. دالة راوند يا جماعة ده اسم الدالة، وتطبق كما يلي: يساوي راوند، افتح قوس الخلية اللي انا عايز اقربها وليكن A 3، فاصلة او فاصلة منقوطة حسب ما الجهاز بيعملها، هنشوف الكلام ده، عدد الارقام بعد العلامة العشرين. انت عايز اقربها لك لاقرب كام رقم؟ لاقرب رقم بعمل واحد، لاقرب رقمين بكتب اتنين. طب ويز نو ديسيمال بدون ارقام بعد العلامة العشرية، فبكتب صفر، يبقى راوند. طب وده كده الـ A 3 دي عبارة عن ايه؟ الخلية المراد تقربة، ده اسم الخلية. طيب بعد كده الصفر ده عبارة عن ايه؟ عدد الارقام المراد تقريبا، انت عايز اقربها لاقرب كام رقم بعد العلامة العشرية؟ طيب الفاصلة المنقوطة دي بعملها ازاي؟ حرف الكاف من لوحة المفاتيح او حرف الواو، يعني لو هو عمل لي فاصلة منقوطة بعملها بالكاف، طب عمل لي في الفاصلة بس بعملها بحرف الواو. طيب المثال يوضح معانا الدالة دي، نحذف ده كده ونكتب اي رقم يحتوي على كسور، وليكن مثلا الرقم ده علامة عشرية الرقم ده. انتر فرميولا ان سيل دي 5 تو راوند ذا سيل دي 2، عايز اعمل راوند للخليه دي ويز نو ديسيمال بدون ارقام بعد العلامه العشريه. حد يعرف معايا يعمل معايا الداله؟ يساوي وبعدين راوند ار او يو ان دي. اول ما بعمل راوند يا جماعه كده فبيديني النوتس ده، النوتس ده انا مانيش عايزكم تشوفوه غير في دالتين، داله اف وداله راوند بس، اف وراوند. طيب انت عايز اقرب لك الخليه كام؟ الخليه دي 2، اضغط عليها او اكتب اسمها دي واكتب 2. طب ده فاصله ولا فاصله منقوطه؟ اللي بعد كلمه نمبر، ها؟ فاصله منقوطه. بعملها ازاي يا جماعه الفاصله المنقوطه؟ بعملها بالكاف، حرف كاف من غير شيفت، حرف كاف فقط من غير شيفت، بيعمل لي سيمي كولن، فاصله منقوطه. طب ويز نو ديسيمال بدون ارقام بعد العلامه العشريه، فبعمل صفر واقفل القوس واضغط انتر من لوحه المفاتيح. طبعا انتوا عارفين ان الخمسه هتزود الرقم اللي بعده، فبدل ما هي 67 هتكون 68. طب اذا قال لي ويز تو ديسيمال رقمين بعد العلامه العشريه، ها؟ يبقى يساوي بعد كده راوند ار او يو ان دي، افتح قوس، ها؟ احدد الخليه، بعد كده فاصله او فاصله منقوطه، انت عامل ايه يا جهاز؟ عاملها فاصله منقوطه، يبقى حرف الكاف، لو فاصله بس بعملها بالواو. طب افرض الجهاز بيشتغل بالكاف وانا عملتها بالواو، صح؟ طبعا غلط. طب هو بيشتغل بالواو وانا عملتها بالكاف، تعتبر صح؟ لا طبعا تعتبر غلط، بمشي حسب ما الجهاز مديني. ويز تو ديسيمال برقمين بعد العلامه العشريه، بقفل القوس واضغط انتر. طبعا السته اللي في الاخر هتزود السته ديت واحد، يبقى 67 و57 من 100. يبقى اتكلمنا اول داله يا جماعه اسمها داله صم، ثاني داله ماكس، ثالث داله من، رابع داله كاونت، خامس داله كاونتا، سادس داله افريج، سابع داله راوند. طب الداله الثامنه يا جماعه وهي داله اف، الداله الثامنه وهي داله اف، نشوف داله اف الشرطيه. وداله اف الشرطيه يا جماعه شغاله على ثلاث حاجات: الشرط والقيمه اذا تحقق الشرط، والقيمه اذا لم يتحقق الشرط. تعالوا نشوف الكلام ده كله كده من خلال الصيغه بتاعت الداله: يساوي وبعدين اف، افتح قوس، مثلا لو الاي 3 اكبر من الاي 10، فاصله او فاصله منقوطه بين علامتين تنصيص، بكتب القيمه اذا تحقق الشرط، فاصله تاني او فاصله منقوطه، وبكتب بين علامتين تنصيص القيمه اذا لم يتحقق الشرط، وفي النهايه بضغط انتر من لوحه المفاتيح. يبقى ده كده بنسميه الشرط، ده كده الشرط. طيب وجروث؟ القيمة إذا تحقق الشرط. طب وديكريز؟ القيمة إذا لم يتحقق الشرط. يبقى أنا شغال على ثلاث حاجات. أول حاجة لوجيكال تيست وهو الشرط، فاليو إف ترو القيمة لو تحقق الشرط، فاليو إف فولس القيمة إذا لم يتحقق الشرط، والمثال يوضح القصة دي.
انتر فيرميولا، والوحيده يا جماعه اللي بقول عنها فيرميولا هي داله اف، يعني داله اف يا جماعه بقول عنها فيرميولا وليس فانكشن، هي الوحيده اللي بقول عنها فيرميولا، اما باقي الدوال بيسموها فانكشن ما عدا العمليات الحسابيه البسيطه، فاكرين اسمها فيرميولا. تمام. طب داله اف بتشتغل ازاي؟ عندي فيها طريقتين، طريقه صعبه هبدا بيها وطريقه سهله هانهي بيها. الطريقه الصعبه يساوي بعدين اكتب اف اي اف يعني افتح قوس شفت 9 الشرط لو ال A2 اكبر مثلا اكبر من وليكن ال A1. طيب ده فاصله ولا فاصله منقوطه؟ ها فاصله منقوطه بالكاف. طب ايه لو ايه اكبر من A1؟ اعمل لك ايه؟ اكتب لي كلمه يس مثلا بين علامتين تنصيص كده بكتب يس، حسب ما يديني كابيتال او سمول بكتب، كله كابيتال بكتب، كله سمول بكتب، بقفل علامتين التنصيص، فاصله تاني علامتين تنصيص واكتب مثلا نو، واقفل العلامتين التنصيص واقفل القوس. طب سؤالها بيجي ازاي؟ انتر فيرميولا ان سيل سي 2 تو شو، عشان يظهر لي ذا وورد يس، كلمه يس، اف ذا نمبر ان اي 2 لو الرقم اللي في اي 2 جريذر ذان اكبر من نمبر ان اي 2 لو اللي في اي 2 جريذر ذان نمبر ان اي 1 اكبر من اللي في اي 1 اند اذر وايز وغير ذلك يظهر ديسبلاي نو، يعني اكتب معادله في الخليه سي 2 علشان يظهر لي كلمه يس لو كان اي 2 اكبر من اي 1 وغير كده يظهر لي كلمه نو. يبقى عندي كده ثلاث حاجات، لوجيكال وهو الشرط اللي هي الاي 2 يكون اكبر من اي 1، فاليو اف ترو القيمه اذا تحقق الشرط بيديني كلمه يس، فاليو اف فولس القيمه اذا لم يتحقق الشرط وبيديني كلمه نو، وفي النهايه بقفل القوس واضغط انتر من لوحه المفاتيح. طب نعملها ثاني يا جماعه؟ ها انتر فيرميولا ان سيل دي 3 تو شو ذا وورد ناجح، عايز يظهر كلمه ناجح اف نمبر ان سيل مثلا اي 2 لو الرقم اللي في الخليه اي 2 جريذر ذان 100 مثلا اكبر من 100 اند اذروايز ديسبلاي راسب وغير كده يظهر راسب. طب هيديني في الامتحان بالعربي ناجح وراسب؟ لا طبعا، انا بس بقى احط مثال عشان نفهم المعادله. طب يلا كده ها نكتب المعادله مثلا في الخليه دي 2، طبعا هيديني الخليه اللي انا هكتب فيها المعادله، بكتب كده يساوي وبعدين اف افتح قوس ها لو دي اكبر من 100 اكبر من جريدر ذان 100. طب لو اقل من هيقول لي ايه؟ ليس ذان. طب علامه اكبر من دي بعملها ازاي؟ شيفت وزين، شيفت مع حرف الزين. طب اقل من شيفت وحرف الواو، شيفت وواو. تمام. لو اكبر من 100 فاصله منقوطه بالكاف بين علامتين تنصيص بكتب كلمه ناجح، بقفل علامتين التنصيص. طب علامه التنصيص دي بعملها ازاي؟ شيفت وط عامله زي البوصه اللي هي الانش بالنسبه لما كنت بكتب مثلا 2 انش وكده 3 انش بعمل شيفت ط. تمام شيفت ط واكتب كلمه راسب. يعني معنى كده انت عايز تفهمنا ان بكتب الشرط وافصل الشرط بين الشرط وبين القيمه اذا تحقق بعمل فاصله، بس ده لو نص في القيمه اذا تحقق بحط النص بين علامتين تنصيص، بعد كده اعمل فاصله علشان اكتب ايه؟ اكتب القيمه اذا لم يتحقق الشرط، طالما نص يتحط بين علامتين تنصيص بقفل القوس واضغط انتر. يبقى ده يا جماعه كده بنسميه لوجيكال تيست ده الشرط، فاليو اف ترو القيمه لو تحقق الشرط، فاليو اف فولس القيمه اذا لم يتحقق الشرط، في النهايه بضغط انتر بيطلع لي طبعا الناجح. وطبعا انا مش عايز ان انا اوصل لدي عشان ديت ما هيش اي سي دي دلوقتي اللي هي الكوبا فيرميولا بالنسبه لدي، طبعا يطلع لي بقى مين الناجح ومين الراسب وهكذا وهكذا، وطبعا الحروف ما بيقارنهاش فبيطلعها على طول. تمام. طبعا مش هيطلب مني ان انا اعمل كوبا فيرميولا بالنسبه لي السؤال ده، انا بكتب المعادله وخلاص. تمام. طيب كده يا جماعه يكون داله اف انتهت، بقى عندي جزئيتين بساط وارجع اقول المعادلات بصيغه ثانيه بما فيهم داله اف. طب نقول داله اف دي كده كمان هنا بالصيغه الثانيه ونرجع نعيدها ثاني. ممكن ان انا اعمل داله اف باستخدام قيمه فيرميولا، بعد كده لوجيكال، حد شاف لوجيكال يا جماعه؟ اهي واختار منها بعدها اف، بيظهر المربع ده. هنا بكتب الشرط، الشرط مين؟ ايه هو الشرط؟ ان الرقم ده مثلا اكبر جريدر ذان الرقم ده. طب فاليو اف ترو القيمه اذا تحقق الشرط، بكتب على طول عايز يظهر كلمه ايه؟ جروث وجي كابيتال زي ما هو مديني طبعا، واكتب القيمه اذا لم يتحقق الشرط ديكريز، وفي النهايه بعمل اوكي. لا بكتب فيها يساوي ولا بكتب فيها اف ولا بعمل اقواس ولا بكتب فاصله او فاصله منقوطه ولا علامات تنصيص ولا حاجه خالص، اعمل اوكي بيطلع لي على طول. تمام يا جماعه؟
طب نعملها تاني؟ ها يلا نعملها تاني. ها اول حاجه بعمل ايه؟ فورميولا، بعد كده لوجيكال، بعد كده اف. ها بكتب هنا ايه؟ الشرط ان مثلا ده يكون اكبر. طب خلينا نشرح على اقل، اقل من شيفت وايه؟ شيفت وواو. اقل مثلا من الرقم ده، طب اقل من بالانجليزي بتيجي ايه؟ ليس ذان، ليس ذان. لو اقل من ده يظهر لك كلمه ايه مثلا؟ يظهر كلمه احمد. طب ولو مش كده يظهر كلمه ايه؟ كلمه شريف. واعمل ايه يا جماعه؟ اوكي تمام. ده بالنسبه لي دالت اف. طيب في بيقول لي بقى ايه؟ انا عايز دالت اف، اكتب لي هنا انتر فورميولا ان سيل سي 2 تو فايند ذا وورد يس اف نمبر ان سيل اي 1 از نيجاتيف نمبر. نيجاتيف نمبر يا جماعه معناها رقم سلبي. اند اذروايز ديسبلاي نو مثلا، غير كده يظهر لك كلمه نو. طب اعملها ازاي؟ يلا نعملها باستخدام بالطريقتين. هنبدا بالطريقه اللي هي المانيوال، يساوي اف. ها الشرط بيقول لي بقى لو الرقم ده سلبي. طب الرقم السلبي ده اعرفه ازاي؟ ايه تعريف الرقم السالب؟ اللي هو اقل من كام؟ اقل من صفر. يبقى لو الرقم ده اقل من صفر تمام، هو ده الشرط اللي عندي. فاصله اظهر لك كلمه ايه؟ يس. اقفل علامه التنصيص، فاصله بين علامتين تنصيص ظهر لي كلمة نو، بقفل علامة التنصيص واعمل انتر. طب يلا نعملها بالطريقة التانية. ها فورميولا، بعدين لوجيكال، ثم اف. هنا الشرط ان الرقم ده ماله؟ اقل من صفر، اللي هو كلمة اقل من صفر بالانجليزي نيجاتيف نمبر، رقم سلبي. اظهر لي كلمة ايه؟ يس. طب لو ما كانش كده اظهر كلمة نو. في النهاية بعمل ايه؟ اوكي تمام يا جماعة. ادي كده دي دالة اف اللي مقررة علينا في الايس بيل. تمام، يبقى اتكلمنا في المعادلات عن اول حاجة دالة سم، والتانية ماكس، والتالتة من، والرابعة كاونت، والخمسة كاونت، والستة افريج، والسبعة راوند، والتامنة اف. تمام، بقى عندي يا جماعة عندي حاجة اسمها ابسوليوت وريلاتيف. ابسوليوت وريلاتيف، الدالة النسبية والدالة الثابتة. الدالة الثابتة يا جماعة اللي هي ابسوليوت. طب بعمل الدالة الثابتة ازاي؟ بحدد الخلية وهنشوف، واضغط اف 4 من لوحة المفاتيح. اف 4 مفتاح مكتوب عليه اف 4، مش حرف اف وبعدين 4، لا ده مفتاح كده فوق. بص فوق كده عندك هتلاقي اف 1 واف 2 واف 3، انا عايز اف 4، اف 4 تمام، لغاية لما الدولار تظهر بين الحرف وبين الرقم. طيب طب انا عايز اخليها دالة نسبية، بضغط برضو اف 4، حدد واضغط اف 4 لغايه لما تتشال العلامه دولار. يبقى عندي كده تحويل الداله الى داله ثابته اللي هي معناها ايه؟ ابسولوت. وعندي كمان تحويل الداله الى داله نسبيه وهي معناها ريلاتيف. طب يلا نشوف المثال. يلا نشوف المثال. انا مثلا كاتب كده وليكن بيساوي ده مضروب في ده، وانتر. تمام، السؤال موديفاي ذا فورميولا ان سيل سي 2، غير المعادلة اللي موجودة في سي 2 so that it display with absolute cell references. جمعه references، عايز يخلي الخلايا اللي فيها خلايا مطلقة. طب بعمل ايه؟ بحدد الخلية سي 2 وبعدين احددها من شرط الصيغة. انا اضغط كليك بس على هنا ثم اطلع فوق كده واحدد كله كده بالسحب كده من شرط الصيغة كله، بما فيهم اللي يساوي بكله. يا عم ما يهمكش، واضغط اف 4 من لوحة المفاتيح لغاية لما تلاقي دولار الحرف دولار الرقم. كده الدالة اتثبتت، بعمل انتر من لوحة المفاتيح. كده يا جماعة بقى حولت الدالة إلى دالة ثابتة. طب عايز أخليها دالة نسبية، قلنا دالة نسبية معناها إيه؟ ها؟ ريلاتيف. موديفاي ذا فورميولا ان سيل سي 2 سو ذات ات ديسبلاي ويز ريلاتيف سيل ريفرنسز. ريلاتيف بحدد كده، بعدين اضغط اف 4 لما يتشال الدولارات. ها كده اتشال ولا لسه؟ لسه. طب كده اتشال ولا لسه؟ ها لسه. طب كده اتشال ولا لسه؟ يبقى كده اصبحت ريلاتيف داله نسبيه. يبقى اتكلمنا عن الداله الثابته واتكلمنا عن الداله النسبيه. تمام، طيب بقى يا جماعه عندي حاجه اسمها اخطاء الدوال، الايرور يعني. لو انا كاتب كده يساوي صم ومحدد المدى وقفل القوس وعامل على زيرو، الديفايد على زيرو القسم على صفر طبعا بيديني كميه غير معرفه. والسؤال ايدنتيفاي ذا ايرور ان سيل سي 4، تعرف على الخطا اللي موجود في الخليه سي 4. قال لي كوريكت ات وصححه. بحدد الخليه سي 4 كده واطلع فوق في شروط الصيغه، امسح العلى وامسح الصفر والعلى واضغط انتر من لوحه المفاتيح. تمام، طيب افرض بقى مديني اكتر من خليه فيها خطا، يعني هو عامل كده ويساوي برضه كمان وعامل صم
ده على زيرو. شوفوا بقى، شوفوا بقى العك اللي هو عامله بقى، شوف عامل ازاي، ده هيدينا كمان فاليو ازاي، وكمان هنا كاتب كمان كده يساوي وعامل صم، ها وكاتب كده وبعد قفل القوس المره دي وعمل على وزيرو. والاسئله بقى ايدنتيفاي ذا ايرورز، تعرف على الاخطاء ان ذيس ورك شيت اند كوركت، تعرف على الاخطاء اللي موجوده كلها وصححها. تمام، انا بحدد الخليه A1، بعدين بفتح قائمه فورميولا، بعدين من سهم ايرور تشيكن، شايفينه ايرور تشيكن، واختار منه ايرور تشيكن. اول ما بضغط على ايرور تشيكن بيبص لي على اول خليه على طول، هي دي فيها خطا، يعني بصوا تاني كده، انا محدد ايه يا جماعه؟ A1 اهو، واضح؟ طيب اول ما بختار من ايرور تشيكن، ايرور تشيكن بروح بتلاقيها راحت على طول على اول خليه فيها خطا. طب اعمل ايه؟ بصحح الخطا ازاي؟ امسح الصفر والعلم واضغط انتر، بعدين اضغط ريزيوم. تمام، بروح على الخليه الثانيه فيها خطا، اه طبعا فيها خطا، امسح الصفر والعلى واعمل انتر واعمل ريزيوم. بروح على الخليه الثالثه اللي فيها خطا، انت الخطا ايه يا عم ده؟ بص قاسم فين، شوفوا قاسم فين، بمسح ده يا جماعه كده اللي قبل الاقواس وامسح واضغط انتر واعمل ريزيوم، وفي النهايه بيطلع لي ان الايرور تشيك اذ كومبليت فور ذا انتاير ورك شيت، بعدين اعمل اوكي. يبقى كده اتعرفت على الاخطاء الموجوده في ورقه العمل كلها وصححتها. ده يا جماعه الجزء بتاع المعادلات. طيب بالنسبه بقى للمعادلات بطريقه ثانيه، انا عايز اعمله في فيديو، والله خليني في نفس الفيديو، ممكن ان انا اعمل الصم المجموع بطرق ثانيه. تعالوا ما نشوف كده هنعمله ازاي. انا عايز اجمع ده واحط الناتج هنا، بحط المؤشر في الخليه اللي عايز يظهر فيها الناتج، وعندي ممكن من قائمه هوم كده والاوتو سم من السهم ده، واختار داله الجمع اللي هي اسمها سم، واحدد المدى اللي انا عايزه واعمل انتر. نعملها تاني؟ نعملها تاني، احدد المؤشر في الخليه اللي انا عايز يظهر فيها الناتج، بعد كده من السهم بتاع اوتو سم داله الجمع اسمها سم، بس كده، واحدد المدى اللي انا عايزه واعمل انتر، هو بيعمل لي الاقواس ويعمل لي كل حاجه. طب باكبر قيمه اسمها ايه؟ ها؟ ماكس، يلا نعملها، ها من هنا اختار منه ماكس، حدد المدى واعمل انتر. طيب اصغر قيمه، ها اسمها من، حدد المدى واعمل انتر. طب الوسط الحسابي اسمه ايه؟ افريج، حدد المدى واعمل انتر، المدى اللي هيديهولي طبعا ده الافريج الوسط الحسابي. تمام، طيب عدد الخلايا اللي فيها ارقام، بص كده حتى كاتبها لك ايه؟ كاونت بس، ودي بتاعت النمبر بتاعت الارقام اهو، ده اللي اتكاونت. طب هو بيعمل لي لوحده مدى؟ لا انا بختار بقى بعدل المدى براحتي كده كده، واتاكد ان المدى صح. تمام، ده في كل المعادلات اللي باستخدام المعالج كده، واعمل انتر بيطلع لي زي ما انتم شايفين. طيب انا عايز بقى كاونت بقى والدوال ديت اجيبها منين؟ ممكن اجيبها من مور، واكتب بقى هنا الداله كاونت سي او يو ان تي اي، واعمل جو طلع لي كاونت اهو. اوكي تمام، بحدد له المدى يا جماعه واعمل اوكي، بيطلع لي 12. تمام، طيب اتكلمنا كده عن صم، واتكلمنا عن ماكس ومين، واتكلمنا عن افريج وكاونت وكاونت داله راوند، ها من هنا واختار مور طالما ما هياش موجوده، واكتب راوند ار او يو ان دي واعمل اوكي. انت عايز راوند للخليه كام؟ ما عنديش ارقام فيها ارقام، ماشي رقم زي ده تمام فيها كسور يعني. طب اعملها لك اقربها لك، الاقرب كام؟ الاقرب رقم مثلا بعد العلامه العشريه، واعمل يا جماعه اوكي، بيطلع لي يا جماعه طبعا 2. طب ايه 2 ديت؟ انا ده اساسا معادله يعني. طب تعالوا نعملها كده من غير معادله، نكتب ارقام كده وليكن 99. تعالوا بقى نعملها باستخدام داله راوند، ها من هنا واختار مور واكتب راوند، اهو يا راوند اهي موجوده، واعمل اوكي. طب انت عايز اقرب لك مين؟ اقرب للخليه دي. طب بكم رقم بعد العلامه العشريه؟ رقم واحد بعد العلامه العشريه، واعمل اوكي. او خلينا طبعا رقم واحد هيزود، ده هيزود ديت، فخليها ويز نو ديسيمال بدون ارقام بعد العلامه العشريه، واعمل اوكي. بيطلع لي يا جماعه التسعه، هتزود ديت واحد اللي هو مكان 673 هيكون 674، الرقم ده زاد بمقدار واحد. طبعا اما دي يا جماعه معادله، دي يا جماعه معادله،
يعني ما ينفعش ان انا اشتغل عليه، يعني ما ينفعش ان انا اطلع بقى ايه من هنا الكاونتر معادله يعني. تمام، طلع لي كده زي ما انتم شايفين رقم غير صحيح. طيب اتكلمنا كده عن داله سم وداله ماكس وداله مين وداله افريج وداله كاونت وكاونتا، واتكلمنا عن داله راوند. ونعيد داله اف تاني، نعيدها يلا. انا عايز انتر فورمولا ان سيل بي 2 تو فايند ذا وورد يس اف ذا. طب يلا اما نشوف كده مجموعه من الاسئله. ادي اف اهي يا عم، انت متوه نفسك ليه؟ تعال هنا انا عايز اعمل راب. ها انتر فورمولا ان سيل بي 2، نحط المؤشر في بي 2. تو شو ذا وورد جروث، عايز اظهر كلمه ايه؟ جروث. اف نمبر ان سيل اي 2 جريتر ذان نمبر ان سيل اي 1 اند اذر وايز ديسبلاي ديكريز. تمام، حد فهم حاجه من السؤال ده؟ بيقول لك اكتب معادله في الخليه بي 2 عشان يظهر لك كلمه جروث لو الرقم اللي موجود في اي 2 اكبر من الرقم الموجود في اي 1، وغير كده يظهر لك كلمه ديكريز. يلا بنحط المؤشر في اي 2 في بي 2. ها نعملها بالطريقه انهي طريقه؟ نعمل بالاثنين. يلا نعمل بالاثنين، يساوي اف لو الرقم ده جريدر زين اكبر من شيفت وزين. اكبر من ايه يا عم؟ اكبر من ايه؟ اكبر من الاي 2. لو اكتب معادله في بي 2 ماشي عشان يظهر كلمه جروز. لو الرقم الموجود في اي 2 ماله جريدر ذان اكبر من الرقم الموجود في اي 1، اي 1 لو اكبر من اي 1 يظهر كلمه ايه؟ يظهر كلمه جروث بين علامتين تنصيص. طبعا لو لاحظتوا حاجه يا جماعه، ان هو في السؤال بيبدا الاول بالقيمه اذا تحقق الشرط، انا بقول لك كده اظهر لي الكلمه دي تمام في الخليه لو الرقم، لو الرقم الموجود هنا اكبر من الرقم الموجود هنا، يعني بيبدا بالقيمه اذا تحقق الشرط، بعد كده الشرط، بعد كده القيمه اذا لم يتحقق الشرط. تمام، يظهر كلمه جروز وغير كده يظهر لي كلمه ديكريز. بقفل علامتين التنصيص واقفل الاقواس واعمل انتر. طب انا اعملها بالطريقه الثانيه، فرميولا بعدين لوجيكال اف لو الرقم ده اكبر من الرقم ده يظهر كلمة جروث، غير كده يظهر كلمة ديكريس، واعمل اوكي. تمام، طيب خلاص كده نشوف المسألة التانية او الحالة التانية على دالة اف. في الحالة التانية انتر فورمولا انسل، خلاص دي ما قلناش عايزينها كده، نشيل الراب نعمل لها. طيب انتر فورمولا ان سيل بي 2، اكتب معادله في الخليه بي 2 تو شو ذا وورد جروس عشان يظهر كلمه جروس. لو الرقم الموجود في اي 2 لزان اقل من الرقم الموجود في اي 1، وغير كده بيظهر لك كلمه ديكريز. يلا يساوي اف لو الرقم ده اقل من الرقم الموجود في اي 1 فاصله بين علامتين تنصيص واكتب كلمه جروث، غير كده بين علامتين تنصيص واكتب كلمة ديكريز. بقفل علامة التنصيص، انا مسحت. تمام، لا اهي واكتب كلمة ديكريز يا جماعة واعمل انتر، فبيطلع لي الارقام زي ما انتم شايفين. ممكن يا جماعة برضو الطريقة التانية نعملها، فرميولا بعدين لوجيكال بعدين اف وبعدين لو الرقم ده اقل من كام من ده يظهر كلمه ايه؟ جروث، غير كده ديكريز، واعمل اوكي. تمام، ده بالنسبه يا جماعه لي داله اف. طيب الحاله الثالثه اللي انا اعملها على داله اف كمان، سبحان الله الجهاز بيساعدني يعني. انتر فورمولا ان سيل بي 2 تو شو ذا وورد يس اف نمبر ان سيل اي 2 نيجاتيف نمبر. نيجاتيف نمبر اللي هو رقم سلبي، بعمل ازاي يا جماعه؟ اقل من ايه؟ من الصفر. اند اذروايز ديسبلاي نو. تمام، حط المؤشر يساوي اف لو ده، لو ايه؟ لو اي 2 مش نيجاتيف نمبر اقل من الصفر، شيفت واو صفر فاصله بين علامتين كمل. تمام، بين علامتين تنصيص شفت طه، بكتب كلمه يس بس مداله كلها كابيتال ازاي؟
واي اي اس فاصله، من على ما تنتنسس واكتب كلمه نو كلها كابيتال برضو، بقفل واقفل القوس واضغط انتر من لوحه المفتاح. طب نعملها بقى بالطريقه بتاعت فرميولا، بعد كده لوجيكال، بعد كده اف. هنا الشرط ان ده يكون اقل من صفر، كما لو تحقق الشرط كلمه يس كلها كابيتال زي ما هو مديني طبعا نو، في النهايه بعمل اوكي. كده يا جماعه يكون انتهينا ان شاء الله من المعادلات والجزء الخاص بالمعادلات. اعتقد ان انا ما سبتش نقطه غير لما شرحتها، يعني في بس سؤال عايز بس كمان اكد عليه، ان انا لو عندي مثلا تواريخ وليكن كده وعايز اغير فورمه التاريخ لمدى او لخليه او كده، الفورمات، مش ان انا اعدل التاريخ، لا ده غير فورمه التاريخ، الفورمه تمام، الى يوم شهر سنه او شهر يوم سنه، منهم يا جماعه وسهم فونت، بعد كده نمبر وديت. وطبعا لو الفورمه عربي اختار من هنا دايما تاني واحده انجلش يو اس، اختار من الفورمه اللي بديها لي، وليكن يوم شهر سنه او شهر يوم سنه حسب ما السؤال، وليكن شهر يوم سنه، واعمل اوكي. ده فورمه تمام، انا ما عملتش هنا 2000 عشان كده ما قلبش الفورمه تمام. طيب سؤال تاني، عايز اغير الاورينتيشن بتاع تكست برضو من السهم ده، بعد كده الاينمنت والاورينتيشن بتاع تكست اهو، خلي لي مثلا 90 ديجري او 0 ديجري، ما ننساش موضوع الديجري ده، كان نقطتين عايز اكد عليهم 0. نقطه ثالثه، لو انا عندي شيتين، يعني الشيت الاولاني اسمه احمد شريف والشيت الثاني هنعمله اسمه بوك 1، وعايز اخد كوبي، عايز اخد احمد شريف من احمد من ورقه اسمها احمد شريف واديها لبوك 1 واخد نسخه كوبي منها، كليك يمين واختار موفر كوبي، هنروح للكتاب الثاني اللي هو اسمه بوك 1، اذا افتر اذر ورك شيت وذ ديفولت نيم وبنفس الاسم الافتراضي، بس عايز كوبي يبقى كرييت ا كوبي واعمل يا جماعه اوكي. لما كانش عايز نسخه منها كنت بس بشيل الصح من على كرييت كوبي يعني. ده كده يا جماعه اعتقد ان احنا بالاضافه للفيديوهين التانيين بتوع الشرح وشرح الاسئله، ان احنا غطينا معظم الحاجات اللي ممكن تجي لكم ان شاء الله. يعني اذا وجدتم ما تتمنونه فالحمد لله رب العالمين، واذا لم تجدوا ما تمنوته فحسبكم الله ونعم الوكيل. كنت معكم احمد شريف، مركز مودرن كمبيوتر سيستم فوق الشرقيه. يا رب يكون الفيديو لاقى اعجابكم. لو في اي اسئله او اي استفسار باي حاجه في الاي سي دي ال ان شاء الله ممكن تبعتوا لي على الارقام 011 03 وحيد 09 68 39 او 0150 92967، الاثنين عليهم واتساب ممكن ان انا برد عليكم في النهايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.